عسلامتكم. عندي مساج للثعلوب التونسي العام الحملة، قال شنو؟ نتزوج بأجنبية تهنيني ولا ثعلوبة تونسية تشقيني؟ أنا كمرأة تونسية نساندك 100%. تحب تتزوج بجورية؟ وعلاش لا؟ تزوج بجورية اللي عندها برشا برشا من العمر متاع 13 عام وهي متعودة، وعلاش لا؟ تحب تتزوج بجورية؟ تحب تتزوج بجورية ألا تؤمن بالمساواة بين الرجل والمرأة، وترسيلك تسايق وتخمل وتطايب وتغسل وتندب، دونك تزوج بجورية. تحب تتزوج بجورية يا ثعلوبة؟ جورية تؤمن بالمساواة وتؤمن بحقوق الهوموسيكسويل وتخليك تسهر مع ولادك وتخرج مع صاحبتها، يا عيني. تحب تاخو جورية؟ تزوج بجورية يا ثعلوب، والفرجدار متاعك ما تنساش الفابوي الحلوف، ولا ترسيلك تقسمها على اثنين، بختي حلال بختي حرام. تزوج بجورية يا ثعلوب، شكون كيفك انت؟ بالطبيعة يا ثعلوب تنجم تتزوج بأجنبية أوروبية، أما بعداش يزمك ترضى بالماكلة متاحة، شربة سبيتار ودجاجة بيضة مصنانة في مغلية في الماء، أما بعداش تقعد تحلم بالتونسية والملوخية وكسكسي بالحوت ومكحورية. تزوج بجورية يا ثعلوب وروح بها لتونس وتفزعك بها قدام صحابك، اما في لابلاج كيف تعمل دو بياس ومعك صحابك شنو يجرى؟ بقى تسكر فمك وتدمع السكينة وتبلع السكينة بدمها. من حقك سي ثعلوب تاخو اجنبية اوروبية، اما كبيرة شوية عليك، مشي شوية برشا ما برشا، عزوزة كموشة تخذي معها أعز شبابك وتورق بها للباسبور الأحمر، هي تقضي بك شهورها وبعدها تقول لك باي باي. تزوج بجورية يا ثعلوب، أما أتنسيون كي تبدأ عندك مشكل معها تهرب لك بالصغار، وبتبيعها هي عايشة في بلادها ومحمية بقوانين بلادها، وترسيلك تبكي وتندب يا حبيني وترسيلك تتعدى في برنامج عادي ما نقول لك. تحب تزوج بجورية وشكون شدك؟ تاخو جورية أما هي مظاليش تحترم عائلتك عرب ومغربا بنفس الطريقة اللي تحترم عائلتها هي. Tu resteras toujours l'arabe, tu resteras toujours le maghrébin, tu resteras toujours inférieur à elle. حقك يا ثعلوب تتزوج بأجنبية مسيحية، أما رد بالك مسيحية على عقيدتها، مسيحية تؤمن بالله برسالة عيسى عليه الصلاة والسلام. أما اليوم أوروبا 90% ملحدين ومش عارفين يعني زواجك ينجم يكون مش حلال. يا حبيني يا لهوتي يا خراب بيتي، يعني الجواز ده مش حلال؟ تزوج بجورية وشكون شدك؟ وينك يا ثعلوب؟ تتزوج بجورية مسلمة، مي اتونسيون ما تساومش بالإسلام وما تعملش كوميرس بالإسلام. ما تقوليش باش تربح حسنات وباش تتزوج بمسلمة وصغارك باش يكونوا مسلمين. سا سي افيريفيي. ومتنساش يا سي ثعلوب الا مرتك المسلمة كونفرتي ما تتكلم عربي، ولا تتكلم عربي مكسر. دونك لا كونسيكونس النتيجة هي باش تربي لك ولادك اما على الطريقة الاجنبية، على خاطر المسلمة مش اسلام اكاهو، هي ثقافة عربية، وثقافة العربية ما تلقاها كان عند المرأة العربية المسلمة. من حقك يا سي ثعلوب تاخو اجنبية اوروبية، اما يلزمها تكون مسيحية بعقيدتها، مسيحية بالحق مش مسيحية بالكذب.
يلزمها تؤمن بالله وتؤمن برسالة عيسى عليه الصلاة والسلام. أما اليوم أوروبا لا تصدومي كومور، أوروبا 90% ملحدين أو مش عارفين، ويمكن لو أخذتها ويمكن اللي متزوج بها تكون من 90%، والنتيجة ينجم يكون زواجك مش حلال. وكما تقول سورة البقرة في آية 221، لا تنكح المشركات حتى يؤمننا، لا تنكح المشركات حتى يؤمننا. نجم سي ثعلوب تاخو اللي تحب عليه انتي، ربي هنيك، تاخو الأجنبية اللي تحب عليها، الأوروبية اللي تحب عليها، أما رد بالك فما حدود. رد بالك تجبد المرأة التونسية وتمسخلها عرضها وتقطع فيها وتراش وتنبر فيها، مهما حتى لو كانت ثعلوبة، خاطر المرأة التونسية هي مرأة مجاهدة، هي مرأة أساس المجتمع التونسي. المرأة التونسية هي اللي دافعت على تونس في الثورة من الهجمة الصحراوية البدوية. ما تنساش حديث جامعة منوبة، شكون اللي نحى علم داعش وعوضه بعلم تونس؟ شكون نحى علم داعش المسود المغنج وعوضه بعلم تونس الأحمر المزيان اللي رفرف على العلالي؟ شكون؟ هي المرأة التونسية، هي المرأة التونسية الثعلوبة اللي تنقد فيها. وبعدين قولي في عهد الاستعمار كيفاش جادت المرأة التونسية باش تمرر عيشة المستعمر الفرنسي؟ بالطبيعة المرأة التونسية ما كانش عندها ديزام، أما حاربت المستعمر بالفلفل المرحي. الفلفل المرحي كان يستعمل كسلاح ضد المستعمر الفرنسي. والمرأة مسكينة التونسية ما عندهاش ديزام، استعملت فلفل المرحي، هو معناه سما ديزيبيس متاع الكوجينة متاعها. ما تنساش يا سي ثعلوب، إذا أنت بتنجمش التونسية ما عندكش حق باش تقطعها وتريشها، دونك توقف عند حدك. وتنساش التونسية راهي كي مثل الفلفل الأخضر، شفت الفلفل الأخضر؟ شفت محلاه كيف يشرب؟ هذاك المرأة التونسية كيف القرن الفلفل الأخضر، حر حر وحر وحر على الأخر. الفلفل الأخضر كيف تاكله يفرهدك، يسرح لك لاباري ريسبيراتوار وينظف لك المعدة، هذيك المرأة التونسية. أما المرأة الأجنبية تنجم تكون كالتفاحة، مزيانة على الأخر. كيف التفاحة حلوة قوي التفاحة، بس هي مقدومة. يخرب بيتك، هو انت مش اول واخر ما يقدمها؟